المشاهدين تحية طيبة، وإليكم النشرة الجوية للملاحة البحرية والتي نستهلها بإعلام برياح قوية سري المفعول لمدة 24 ساعة ابتداء من يوم الأمس على الساعة 3 بعد الزوال بالتوقيت العالمي، يهم كافة المناطق حيث تهب الريح من القطاع الغربي قوة 7 إلى 8 من سولون بوفور، أي ما يعادل 28 إلى 40 عقدة، وتصل هذا اليوم قوة 9 من سولون بوفور، أي ما يعادل 41 إلى 47 عقدة بشرق تونس، وذلك نتيجة لانخفاض للضغط الجوي على جزيرة صقلية يساهم في هبوب رياح قوية على مناطقنا كما تبينه صور القمر الاصطناعي. التوقعات الجوية الصالحة لما بعد الظهر بالنسبة لحالة الطقس، طقس يتواصل كثيف السحب مع أمطار مؤقتة رعدية بكل من شمال تونس وشرق تونس وسحب عابرة بخليج جيبس. اتجاه الريح هذا اليوم تهب غربية شمالية غربية بين 30 و 40 عقدة بشمال تونس، البحر يكون شديد الاضطراب. بشرق تونس ستهب ريح غربية شمالية غربية بين 35 و 45 عقدة، تتقلص آخر النهار بين 25 و 35، والبحر هائج فشديد الاضطراب. أما بخليج جيبس فتهب ريح غربية شمالية غربية بين 30 و 40 عقدة، تتقلص تدريجيا بين 25 و 35، والبحر يتواصل شديد الاضطراب. أما رؤية فتمتد من ميل واحد إلى 4 أميال بأغلب المجالات. هذه الليلة طقس يتواصل ممطر، هذه الأمطار تكون مؤقتة رعدية بشمال تونس كذلك بشرق تونس وسحب أحيانا كثيفة بخليج جيبس. اتجاه الريح هذه الليلة بشمال تونس تتواصل الريح من القطاع الغربي جنوبية غربية فشمالية غربية بين 25 و 35 لتصل مؤقتا 40 عقدة، والبحر شديد الاضطراب. بشرق تونس تهب ريح غربية جنوبية غربية بين 30 و 40 عقدة، والبحر شديد الاضطراب. أما بخليج جيبس فتهب ريح شمالية غربية فجنوبية غربية بين 30 و 40 عقدة، والبحر كذلك شديد الاضطراب. أما الرؤية فتتقلص تدريجيا من 4 إلى ميل 1 بأغلب المجالات. التوقعات الجوية المنتظرة اليوم غد إن شاء الله أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية بكافة المجالات البحرية، الريح تتواصل من القطاع الغربي بين 35 و 45 عقدة، البحر يتواصل شديد الاضطراب فهائج بشمال تونس كذلك بخليج الحمامات. أما الرؤية فتمتد من ميل 1 إلى 3 أميال. بمنطقتي الشابة وجربة إلى غاية جرجيس تتواصل الريح من القطاع الغربي بين 35 و 45 عقدة، البحر شديد الاضطراب فهائج. أما الرؤية فتمتد من ميل 1 إلى 4 أميال. نمر الآن لحركتي المادة والجزر. بميناء صفاقس 30 سنتيمتر على الساعة 9 ليلا و 32 دقيقة، ومتر 78 سنتيمتر على الساعة 3 صباحا و 35 دقيقة. بميناء جابس 30 سنتيمتر على الساعة 10 ليلا و 19 دقيقة، ومترين 21 سنتيمتر على الساعة 3 صباحا و 40 دقيقة. أما بميناء جرجيس ف 20 سنتيمتر على الساعة 9 ليلا و 36 دقيقة، ومتر و 5 سنتيمترات على الساعة 3 صباحا و 47 دقيقة. في الختام مشاهدينا الأعزاء، ولمزيد من المعلومات والإرشادات يمكنكم زيارة موقع الويب meteo.in أو الاتصال عن طريق الموزع الصوتي أو مباشرة عن طريق الهاتف على الأرقام الظاهرة أمامكم. دمتم في رعاية الله، بقيت متابعة طيبة للجميع.